لان خمس كتب كبرى مشهورة في علم الأصول. طبعا هناك العشرات من العناوين، ولكن لات خمسة قرانين إلا مزورو اسميس الورقات لإمام الحرمين الجويني، كتاب في علم الأصول، الورقات في علم الأصول، الورقة تجي يخدميثيد إمام الحرمين الجويني. إليه كتاب اسمه مختصر ابن الحاجب، وقد وسين مختصر ابن الحاجب أيضا في علم الأصول. إلى الكتاب هذا اسمه منهاج الوصول إلى علم الأصول، سوزاليس للإمام البيضاوي، وقد وسلثة. إلى وسر أربعة اسمه منار الأنوار للإمام النسفي. إلى وسر خمسة اسمه جمع الجوامع لتاج الدين السبكي.